ما تعديش حدودها، لان احيانا بتقلب بأثر عكسي. نتمنى ان شاء الله تركيز في الملعب، تقليل من الاخطاء، في نقاط فنيه اكيد اتكلم فيها مستر كولر بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لاتحاد جده. من ساعه ما الفرقه راحت لعبت اتمرنت في السعوديه 3 تدريبات على ملعب التدريب المخصص ليه، ومستر كولر اكيد حدد الطريقه اللي هيواجه بيها اتحاد جده السعودي. طبعا اكيد اتفرج، اكيد شاف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف. عندهم 11 لعيب محترف، عندهم 10 لعيبه ولا 11 لعيب اجنبي، واحنا عندنا 3-4، ولكن المهم الملعب، المهم الملعب. سيناريوهات المباراه ممكن تلاقي كل 5 دقايق ولا 10 دقايق سيناريو، وممكن تفضل ماشي على وتيره واحده وسيناريو واحد. انما هو ازاي النهارده مستر كولر، معروف طبعا ان في كتيبه من النجوم في اتحاد جد، وهم يعني المميزات عندهم خط النص والخط الامامي، وطبعا عارفين زي ما حضراتكم عارفين في مقدمتهم كريم بنزيما، وعارفين خطوره كريم بنزيما، وعارفين خطوره كونتي في نص الملعب، وعارفين خطوره فابينيو، كتيبه من النجوم. انما ان شاء الله مستر كولر يكون درس اتحاد جده صح. عندهم مشاكل، عندهم مشاكل، عندهم مشاكل في النواحي الدفاعيه، عندهم مشاكل في النواحي الدفاعيه كتير. يمكن هم حجازي كان قعد فتره 6-7 شهور جاله رباط صليبي وكان بعيد عن المباريات وعن الملعب، ابتدى يرجع، بس كلنا بنحب حجازي طبعا، بس لسه ما دخلش فورمه، لسه ما جاش لاحسن فورمه ليه احمد حجازي. عندهم السردباكين اللي كانوا بيلعبوا اصلا كمان كانوا مصابين الفتره ديت، لويس فيليبي، وكمان كان معاه الصوت معلش، وكمان معاه سردباك جاله رباط صليبي. فالسردباكين اللي كانوا بيلعبوا في عدم تواجد حجازي كمان مصابين، فعندهم اخطاء في النواحي الدفاعيه. ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله هنشوف ماتش حلو، هنشوف ماتش قوي، هنشوف مباراه متكافئه. بقول لكم هنشوف ان شاء الله مباراه متكافئه. ما تقلقوش، ما تقلقوش على الاهلي في المواقف الصعبه. احنا النادي الاهلي، وزي ما قال كهربا، وعلى فكره كهربا لعب موسمين في اتحاد جده، من افضل مواسم كهربا اللي لعبهم في اتحاد جده، يمكن كسب مع اتحاد جده كاس ولي العهد، وكسب مع اتحاد جده كاس خادم الحرمين الشريفين او كاس الملك. بس احنا النادي الاهلي، وقادرين ان شاء الله على الفوز، وعندنا ثقه كبيره جدا 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 في تحقيق المزيد من الانتصارات. هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مرة أخرى نكمل كلامنا، أرجوكم انتظرونا.